الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، أرجو لكم السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الأيام الفضيلة، أيام شهر رمضان. أقدم في هذا المقطع تحت عنوان المدرسة الاقتصادية الكلاسيكية، لكن أخصص لتوماس مالثوس وهو المفكر والفيلسوف الاقتصادي خاصة في علم السكان. كما ذكرت، نخصص حديثنا عن الفكر الكلاسيكي بدراسة فكر توماس مالثوس وكتابه مقال حول أساسيات السكان، الذي ما زال الاقتصاديون ينظرون إليه مصدرا للإبداع الفكري والإلهام النظري في علم الاقتصاد، لأن مالثوس هو أبو الفكر الاقتصادي في علم السكان، حتى ولو قلنا عنه بأنه منظر الرئيس للمدرسة الكلاسيكية. هذا رسم لتوماس مالثوس من مواليد 1766 والمتوفي سنة 1834. نتابع. ينحدر توماس مالثوس من عائلة إنجليزية ريفية غنية. كان أبوه وجيها معروفا في منطقة روكري إنجلترا، صديقا للفيلسوف الإسكتلندي ديفيد هيوم، والأب بالمصادفة اسمه ديفيد، فكان ديفيد الأب اللي هو والد توماس مالثوس صديق لديفيد هيوم الفيلسوف. وقد تأثر الأب ديفيد هذا كثيرا بأفكار هيوم وأفكار الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو. يظن بعض المؤرخين بأن تأثر الأب بأفكار الفيلسوف روسو المتحررة من القيود الاجتماعية والسياسية في تلك الأيام جعلته شغوفا بتوجيه ابنه توماس نحو التعلم والحصول على درجات عالية في المعرفة. وقد حصل توماس مالثوس على قسط كبير من التعلم من والده داخل بيته، إلى أن التحق بالتعليم الجامعي في كلية يسوع أو مثلا جيسوس كوليج من جامعة كامبريدج في العام 1784، حيث درس الفلسفة والرياضيات وعلم اللاهوت. الفلسفة والرياضيات وعلم اللاهوت، لاحظوا هالخلطة الغريبة من التخصصات. من هذه الكلية حصل مالثوس على الشهادة الجامعية الثانية، اللي هي الدرجة الماجستير نسميها احنا باللغة الفرنسية أو بالإنجليزي. حصل على الشهادة الجامعية الثانية في العام 1791. كان ذكيا وكان معروفا بآرائه، وقد عين أستاذا للتاريخ الحديث والاقتصاد السياسي في كلية شركة الهند الشرقية، هذه الشركة التي أنشئت في العهد المركنتالي حتى يعني تدير كل الشؤون البريطانية في منطقة الهند. فهذه الكلية التي أنشأتها شركة الهند الشرقية في هيلبري ببريطانيا في العام 1805 تم تعيينه أستاذ، وكان تعيين مالثوس في الكلية حدثا فريدا في إنجلترا خلال تلك الأيام. من أجل أن ندرك البيئة الفكرية والاجتماعية التي عايشها مالثوس، لابد من العودة إلى الخلفية التاريخية التي صاغت بيئته الاجتماعية الثقافية. فنجد بأن مالثوس عانى من الناحية النفسية لرؤيته الفقراء يتضورون جوعا، وأن القوانين التي تعود إلى قرون خلت قد ساعدت في دفع الفقراء نحو الجهل والمرض والتسول. في حزيران يونيو من العام 1349 أمر الملك إدوارد الثالث كينج إدوارد الثالث بإصدار التنظيم القانوني للعمال، أو ما يسمى Ordinance of Labor، أو ما يسمى قانون الفقير، أو سمي في تلك الأثناء Poor Law أو قانون الفقير، الموجه لمخاطبة قضايا العمال في تلك أيام، خاصة بعد انتشار الطاعون الأسود Black Death or Plague، الذي أودى بحياة 30 إلى 40% من سكان إنجلترا. أدى انخفاض عدد السكان بهذا المقدار الكبير إلى انخفاض عرض العمل وارتفاع الطلب على العمالة، خاصة في القطاع الزراعي، ودفع أصحاب الحيازات الزراعية إلى مواقف محرجة، إما أن يعرضوا أجورا عالية أو أن يتركوا أراضيهم من غير استغلال، وبالتالي خسارة الإنتاج الممكن منها. ونتيجة لحاجة مالكي الأراضي إلى استغلال ملكياتهم الزراعية، اضطروا إلى رفع الأجور، وهذا بدوره أدى إلى ارتفاع عام في الأسعار في عموم بريطانيا. من أجل مكافحة موجة الغلاء في أسعار المنتجات الزراعية وغير الزراعية، أصدر الملك إدوارد الثالث التنظيم القانوني للعمال، وقد فرض هذا التنظيم العمل على كل من يقدر على العمل، كأنه تجنيد إجباري مدني لكن في القطاع الخاص،
وكذلك أمر بأن تبقى أمرك يعني دول بتاعت أن تبقى معدلات الأجور على ما كانت عليه قبل جائحة الطاعون الأسود أو بليغ، وأن تسعر المواد الزراعية بأكثر، ألا تسعر وألا تسعر المواد الزراعية بأكثر من السعر المعقول. رأى العمال في هذه الظروف فرصة للهرب من أرباب العمل ليكونوا أحرارا، لكن إدوارد الثالث أصدر قانونا يعاقب بموجبه الهارب العمال الهاربين، ثم أصدر قانونا آخر تحت مسمى قانون كامبريدج للعام 1388 أو ما يسمى ستاتيو أوف كامبريدج، عمل على تقييد حركة العمال والمتسولين، وكان مخالف القانون، وكان كل من يخالف القانون أو مخالف القانون يعاقب بالربط من الأرجل بواسطة أداة تسمى ستوكس. هذه الآن رسم توضيحي للستوكس، حيث هناك يعني قطعة خشب سميكة في الأسفل وفي الأعلى، وكون يعني تربط مع بعض البعض ويربط ورجلا تربط رجلي الهارب العامل هكذا، ويعد في بعض الأحيان عقوبة لمخالفته قانون تقييد حركة العمال المتسولين. نتابع. أدخلت تعديلات عديدة على قانون الفقير منذ العام 1536، خاصة حول ما يتعلق بالفقراء غير القادرين والمتسولين، واستمرت أوضاع العمل والعمال والفقراء في بريطانيا على حال مزر حتى العام 1834، وهو العام الذي توفي فيه مالثس، ولكنه شهد قبل وفاته تعديل القانون بشكل أفضل، ساعد في تخفيف وطأة الفقر والمعاناة على الفقراء والعمال. يظن بعض المؤرخين بأن كتابات مالثس ألهمت الساسة البريطانيين كي يعدلوا القانون ليصبح إنسانيا أكثر وأكثر رحمة بالفقراء والعمال، وقد عدل القانون ليصبح مركزي التنفيذ بدل من إناطته بالكنائس ودور العبادة، وأسس لنظام رفاء ولفر متكامل على الرغم من التعديلات التي أدخلها عليه المحافظون منذ أيام مارغريت تاتشر في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين الماضي. شكلت تلك الظروف والبيئة الاجتماعية الثقافية بمجملها وتراكماتها نفسية وذهنية العالم والمفكر الفيلسوف توماس روبرت مالثس، ودفعته نحو الكتابة في مجالاتها، خاصة في نظرية السكان أو ما يسمى Demographic or Population Theory. نظرية السكان الآن Population Theory يصف بعض مؤرخي الفكر الاقتصادي أي الفيلسوف مالثس بأنه كان أكثر علماء الاجتماع شهرة في القرن التاسع عشر، وتعود هذه الشهرة إلى كتيبه الشهير مقال حول أساسيات السكان، والأثر الذي أحدثته أفكار هذا الكتاب على المجتمع البريطاني بشكل خاص والمجتمعات الأوروبية بشكل عام. كان مالثس أول من كتب بوضوح عن العلاقة، وهي علاقة متصورة، بين كمية الغذاء المنتجة ونمو السكان، وكان أول من عمم هذا التصور بين العامة والخاصة بواسطة التعبيرات المجازية المقنعة، خاصة استخدامه الرياضيات البسيطة وقوله بأن كمية قليلة تنمو حسب متوالي هندسية ستصبح أكبر بكثير مع الزمن من كمية تنمو حسب متوالي عددية، وقد طبق هذه الفكرة على نمو كمية الإنتاج من الغذاء مقابل نمو حجم السكان، وقال بأن كمية الغذاء تنمو حسب متوالي عددية، لكن حجم السكان أي عددهم ينمو حسب متوالي هندسية، وبالتالي فإن الفقر يتفاقم وتزداد المعاناة البشرية، وقد تؤدي الفجوة بين كمية الغذاء وعدد الأفواه إلى مجاعة وحروب. هذا الآن التمثيل الرياضي عن المتوالي العددية، يعني هنا الفروقات بسيطة 2 5 8 11 13 وهكذا، لكن هنا لاحظوا لي المتوالي الهندسية نقفز الضعف، يعني 2 إلى 4 إلى 8 إلى 16 إلى 34 وهكذا. فنمو حجم السكان يتبع المتوالية الهندسية، أما نمو حجم الإنتاج فيتبع المتوالية العددية. نتابع. هذا الآن تصور من أحد الرسامين قبل، يعني هذه الرسمة تعود إلى عشرات السنوات، أحوال العمال الفقراء البريطانيين قبل تعديل قانون الفقير في العام 1834، كانوا يعذبون وكانوا يتضورون جوعا. دققوا في الرسم. يمكن للقارئ الحصيف لكتابات مالثس حول السكان والغذاء أن يكتشف ثلاثة عوامل رئيسة أثرت بالطريقة التي صاغ بها
مالثوس أفكاره في مقالاته حول السكان. نتج العاملان الأول والثاني من الظروف التاريخية التي تعمق بها مالثوس على نحو عكست أفكاره بكل وضوح. أما العامل الثالث فيعود إلى قوته الفكرية وإدراكه القوي للحال التي سارت في بريطانيا منذ أيام الملك إدوارد الثالث في العام 1349. العامل الأول كانت بريطانيا مكتفية ذاتيا من حيث كمية الإنتاج الغذائي المحلي حتى العقد الأخير من القرن الثامن عشر الميلادي، لكن ارتفاع عدد السكان أدى إلى ارتفاع الطلب على المنتج الغذائي وزيادة الضغط على المنتجين، ومنذ بداية العقد الأخير من القرن الثامن عشر الميلادي زادت الحاجة إلى استيراد السلع الغذائية من الخارج، لكن ذلك لم يتحقق من غير ارتفاع في أسعار المواد الغذائية. أما العامل الثاني من العوامل الثلاثة التي أثرت في صياغة الأفكار المالثوسية كان شدة المعاناة والفقر الذي اكتوت منه طبقات الدخل الدنيا. ففي تلك السنوات كانت بريطانيا وعلى وجه الخصوص إنجلترا تتحول بشكل متسارع إلى الحياة الحضرية، وشهدت تحولات اجتماعية واقتصادية كبيرة، خاصة التحول نحو شغل العمال في المصانع بدلا من عن البيوت والتوسع المديني. وكانت البطالة والفقر خلال تلك الفترة علامات ظاهرة في المجتمع البريطاني، ونتيجة لذلك ارتفعت معاناة الفقراء وبؤسهم، وارتفعت معها الأصوات المنادية بوضع حلول لتلك القضايا المجتمعية الملحة. هنا تركت هذه الصفحة فراغ حتى أرويها لكم شفاهة، لأنها تأخذ وقت أطول لو كتبتها. عندما الآن حصلت كثير من الحروب بين نابليون والدول الأوروبية، لكن على وجه الخصوص بريطانيا، قام نابليون بونابرت بمقاطعة بريطانيا ومنع تصدير الحبوب لها من كل المناطق التي يسيطر عليها. فأصدرت الحكومة البريطانية بموافقة البرلمان البريطاني ما يسمى قانون الذرة كورن لو، أوجبت مالكي الأراضي والمزارعين أن يزرعوا الأراضي مهما كان الثمن حتى يهزموا نابليون حتى ولو بالمقاومة. فهذا القانون كان من أجل أن ينقذ بريطانيا ويطعم الشعب البريطاني أيام المقاطعة النابليونية. العامل الثالث من العوامل التي أثرت في فكر مالثوس كان مالثوس الابن اللي هو توماس متخذ العقل ومفكر من الدرجة الأولى، وقد دخل مع أبيه في نقاش فلسفي عميق انصب حول نزعة البشر والمجتمع نحو الكمال أو perfectibility. فكان مالثوس الأب متفائلا بهذه النزعة، وكان مقتنعا بما كتبه فلاسفة آخرون من أمثال ويليام جودوين والماركيز كوندريست، لكن مالثوس الابن عقد العزم على تفنيد نظرياتهم. تبنى ويليام جودوين فلسفة تقول بأن الجنس البشري يتوق للكمال ويتجه إليه من خلال التقدم المستمر نحو عقلانية عالية وزيادة مستوى الرفاء، ولأن صفات الفرد حسب ما قال ويليام جودوين لأن صفات الفرد الإنسان تعتمد على البيئة الاجتماعية، الإنسان هو نتاج بيئته الاجتماعية وليس من ورعته، فإن المجتمع الكامل ينتج إنسانا كاملا. لكن العقبة الرئيسة حسب رأيه أمام التقدم تكمن في الملكية الخاصة private property واللا مساواة الاقتصادية والسياسية والدولة القمعية coercive state. وحسب قول جودوين لا يشك نمو السكان أي مشكلة، لأن البشر يتوقفون عن التكاثر عندما يشعرون بأنهم وصلوا إلى الحد الكافي. نجد مقابل جودوين بأن الماركيز دي كونتريست قد تبنى رؤية مفادها التقدم الاجتماعي، يعني مفادها تقول بأن التقدم الاجتماعي يعتمد على ثلاث عناصر: أولا المساواة بين الأمم، ثانيا المساواة بين أفراد المجتمع، ثالث كمالية البشر. فالمساواة بين الأمم حسب رأيه تعمل على إبطال الحروب، والمساواة بين أفراد المجتمع تعمل على إلغاء الفروقات في صحة وتعليم الأفراد. وقال بأن النظام الطبيعي natural order يدفع البشر نحو المساواة الاقتصادية، لكن المؤسسات الراهنة في عصره تشجع اللامساواة. أما المساواة فإنها تحطم الشرور الاجتماعية وتؤدي إلى كمالية البشر. وقد رأى كوندوريست بأن اللامساواة الوحيدة الواجب قبولها هي ما تسوقه القدرات الطبيعية للفرد، وقال بأن عدد السكان سيرتفع بسبب هذه الإصلاحات، وأن إنتاج الغذاء سيكون بكم أسرع،
لكن إذا لم تعالج مشكلة الكثافة اللي هي بسموها problem of subsistence، يقول كوندوريس إن وسائل منع الحمل تصبح مقبولة طبعا من ناحية أخلاقية. عندما شرع مالتس في كتاب أساسيات السكان، أخذ بعين الاعتبار الأفكار التي تبناها جودوين وكوندوريست حول السكان، ويبدو بأنه صمم على إثبات عدم صحة ما اعتقده الفيلسوفان، خاصة حول دور النية الحسنة والتعليم في خلق نظام اجتماعي كامل. فقد كان مالتس مقتنعا من ناحية الواقعية بأن فكرة الفقر مترسخة في المؤسسات الاجتماعية والسياسية وعادات الناس، وأن الفجوة بين حجم السكان وإمكانية طعامهم تتسع وتزيد المشكلة تعمقا. وقال بأنه لا يمكن وقف زيادة حجم السكان إلا إذا قام الفقراء أنفسهم طواعية بالحد من حجم الأسرة. وبهذه الرؤية وضع مالتس حسب ظنه على الأقل حلا شاملا للمشكلة السكانية ومشكلة الفقراء العاملين. كانت المسألة الرئيسة التي تواجه المفكرين وصانع السياسة تدور حول المحبطات أو ما يسمى checks، أي المقصود فيها الآن العوامل التي من شأنها أن تقلل من تزايد السكان، ومن منها تعطى أولوية على المحبطات الأخرى. وعلى ما بدا في تلك الأيام بأن محدودية عرض الغذاء كانت المحبط الرئيس، لكن مالتس أضاف عوامل إحباط أخرى صنفها تحت عنوانين: محبطات موجبة ومحبطات وقائية. هنا المعنى كلمة موجب ليس بالمعنى الجيد المقبول، لا، سأبين بعد قليل. ومحبطات وقائية، وضع تحت المحبطات الموجبة عوامل تعمل على رفع عدد حالات الموت مثل الحروب والمجاعات والأمراض، ووضع تحت المحبطات الوقائية عوامل تمنع التكاثر السكاني مثل تخفيض معدلات الولادة بطرق مشروعة أخلاقيا. نتابع. عند النظر في أفكار مالتوس نجد بأنها جاءت تحت عنوانين رئيسين يمكن تسميتهما كما يأتي: نظرية مالتوس في السكان، ما يسمى مالتوس Population Theory، والمصيد السكاني Population Trap. وقد تمكن مالتوس في نظريته من شرح الأبعاد السكانية من حيث النمو وانخفاض على السكان واستقرار على السكان، أما في المصيد السكاني فقد تضمنت فكرة وصول الاقتصاد إلى حد الكفاف أو Subsistence Economy. الآن ننتقل إلى نظرية أخرى من نظرية مالتوس، يعني تختلف عن السكان، سماها قانون الأجور الحديدي Iron Law of Wages. يعود مفهوم قانون الأجور الحديدي إلى الفكرة التي سارت في المدرسة الكلاسيكية، تقول بأن انخفاض الأجور عن مستوى الكفاف يؤدي إلى موت العمال، أي بمعنى آخر الآن الأجور التي يحصل عليها لا تقيم أود الواحد منهم. وفي هذا المجال كان لمالتوس مساهمة رائدة، وقد كتب تحت عنوان نقد التراكم وقانون الأجور Critique of Accumulation and the Iron Law of Wages، واعتبرت أفكاره أساسية في مجال أجور العمال خاصة في المدرسة الكلاسيكية. فقال مالتوس بأن الأجور الحقيقية اللي يسمى Real Wages غير قابل للارتفاع أعلى من حد الكفاف، لأن زيادة رفاء العمال يسبب زيادة في عرض العمل، وإذا انخفضت الأجور الحقيقية عن مستوى الكفاف فإن العمال الفائضة ستموت جوعا. وهذه الفكرة الأخيرة شكلت الأساس الذي قام عليه مبدأ الأجور. نتابع. نظرية فائض العرض اللي هي هذه نظرية أخرى لثوماس مالتوس Theory of General Gluts. افترض مالتوس بأن العمال يتلقون أجور الكفاف Subsistence Wages، وأن أرباب العمل يوظفون العمال لأن قيمة إنتاجهم هؤلاء العمال يعني أعلى بكثير مما ينفق عليهم من أجور، ما يؤدي إلى تحقيق الربح من قبل الرأسمال اللي هو رب العمل. ولأن العمال لا يستطيعون شراء كل ما ينتجونه فلا بد أن يقوم بذلك آخرون، ولذلك لا تعود الأرباح للعمال على شكل أجور إضافية، لأن عودة الأرباح للعمال تؤدي إلى توقف الإنتاج وضياع فرص العمل. وقد طرح مالتوس السؤال غير مباشر: من يشتري فائض الإنتاج؟ فيجيب عليه على النحو التالي، يقول بأن الرأسمالي يشتري جزءا منه يأتي على شكل سلع رأسمالية Capital Goods، وهذا الشكل من الشراء يعمل على تحفيز الإنتاج والتوظيف، وهذه النتيجة لا تختلف عما يؤديه الإنفاق على السلع الاستهلاكية. وحسب قول مالتوس لا يمكن للقوة الشرائية المتوافرة للعمالة اللي هي يعني أجور الكفاف أن تكفي لشراء الإنتاج كله، ما يعني بأن إنفاق العمالة أو العمال لا يكفي لتراكم رأس المال أو تراكم رأسمالي يرفع الإنتاج ويزيد التوظيف. ويحدث الاستثمار حسب قوله من أجل دعم الاستهلاك،
وإذا لم تبع البضاعة النهائية لن يكون هناك استثمار. ويضيف مالتوس بأن الرأسمالي هنا وصفه بالجشاعة، قال بأن الرأسمالي يستطيع أن يحقق كل الأرباح التي يحققها، لكنه مبني على نفسية تحب الثراء ومراكمته، لأن الهدف المركزي لحياته كلها يكمن في مراكمة الثروة، والأثرياء مشغولون في تعداد ثرواتهم عن استهلاكها. تابع، يضيف مالثوس بأن الإنفاق الذي يقوم به مالكو الأراضي landlords كي يتفادوا فائض العرض قد يؤدي إلى ركود اقتصادي أو ما يسمى economic stagnation، لكن فائض العرض قد يحدث حسب قوله إذا أشبع المستهلكون رغباتهم. وقد عرف الإيجار أو ما يسمى بالرنت بأنه فائض ينتج من الفرق بين سعر السلع الزراعية وكلفة الإنتاج المتمثلة في الأجور وفوائد القروض والأرباح. ولهذا السبب يؤدي إنفاق هذا العائد الإيجار، أي يعني المقصود بإيجار، إلى دعم الطلب الفعال effective demand، هذا المصطلح الذي استخدمه كينز بعد ما يزيد على 100 عام من وفاة توماس مالثوس نفسه. إذن يؤدي إنفاق هذا العائد على إلى دعم الطلب الفعال أو effective demand من غير أن يؤثر في زيادة في تكاليف الإنتاج، يعني لن يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج. وقال بأن الأشكال الأخرى من الدخل تعمل على زيادة القوة الشرائية، لكنها تؤدي إلى زيادة كلفة الإنتاج في وقت يجب على الاقتصاد أن يخفض كلفة الإنتاج كي يبقى منافسا في السوق الدولية. قد نطرح سؤالا هاما عند هذه المرحلة المتقدمة من فكر مالثوس، ما هي تبعات أفكاره على صياغة السياسات العامة المتعلقة بالحاجة إلى استهلاك غير إنتاجي أو unproductive consumption؟ فحسب ما قاله مالثوس نفسه، يجب أن تبقى قوانين الذرة سارية، سارية المفعول، حتى يجبر المزارعين ومالك الأراضي أن يزرعوا أراضيهم حتى يغذوا كل الملايين هذه. وقد رأى بأن الرسوم والتعريفات الجمركية المفروضة على استيراد الحبوب عملت على إغناء مالك الأراضي، ما شجع على الاستهلاك غير المنتج، وهو ما رأه ضروريا لتفادي الركود. في الوقت الذي رأى أهمية الاستهلاك غير المنتج مالثوس طبعا، وتوظيف أكبر عدد ممكن من الخدم في الوظائف الوضيعة، إلا أنه عارض التمادي بالاستهلاك غير المنتج بتمويل من الحكومة. وقال بأن موظفي الحكومة والجنود والبحارة وكل الذين يعيشون من فوائد الدين الوطني، نسميه الدين العام interest on national debt، يجعل من الضرائب ضرورة، وهذه الضرائب بدورها تقف عائقا أمام زيادة الثروة. وعلى المجتمع النظر إلى الملكية الخاصة باعتبارها شيئا مقدسا، وينبغي ألا يسمح على المجتمع بإعادة توزيع الثروة بواسطة الضرائب العالية. ولم يحبث مالثوس زيادة الدين الوطني اللي هو الدين العام، لأنه رأى فيه مسببا للتضخم وأذى لأصحاب الدخل المنخفض. أقول بذلك أحبتي قد انتهيت من هذا الدرس عن توماس مالثوس، أرجو أن يكون فيه الفائدة القصوى لكم جميعا أحبتي، وإلى لقاء آخر بإذن الله قريب عن ديفيد ريكاردو، وهو المفكر الذي جاء بعد يعني أو تزامن شيئا مع توماس مالثوس لكنه عاش أكثر. فإلى اللقاء بإذن الله قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.